زكريا قديش عندك فلوس؟ ينجاوب هناك اسر اللي تبي بنجاوب كل شيء. ما هي جاوب اللي تبي بمضوق الثاني عادي. ما تبيش تجاوب دوق؟ يعني مش نجاوب الحق صراحه عيب يعني. الثانيه لكن الثانيه معناها هي واحده اخي واحده مليحه صراحه. بسم الله. وين لقيت الكلمه هذه طرابلسيه الخي قال لي؟ وين لقيتها هذه؟ هذه صمتها كويس هذه. طبعا لولا كلات الثانيه ملح، كلات ملح بالمكرونه. لولا توا كداش تقدر تعود زيكا؟ انا بنبكي 3 مليون 4 مليون انا بنبكي اورو اقل شوي انت عندك زوز اصحاب محمد البرو وعبد المهيمن صحيح تحبهم زي بعض صح لك لازم تختار واحد بس منهم ميكس اللي صار ما احكيلكش ساسف كمل لازم تختار واحد منهم تحبه اكثر واحد منهم اثنين يا محمد البراو يا عبد المهيمن كوكتيل كوكتيل يلا 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 يا بطل يلا ولا شد يا لا مليح بارك الله فيك لا مليح دوك انزل علي انزل جري والله طبعا استنى قبل ما نشرب طبعا نشوف الموز انا قاعد ندوح لداخل ديما الموز هذا والشوكو انا نحب اثنين الصراحه نحبهم هلبه بجديات بدون مبالغ يعني لا كريم لا لا شنو حلوه يا مان مشكله منظري مغري يا راجل محلى افريكا نشرب شغمه ثانيه باش ما نجاوب بلاش صور شنو اسم رئيس كوريا الجنوبيه اوه عجبتك